مواقفها واضحة هتخرج. في ناس في الكشوفات متقدمة اسمائهم رفضت من القضاء. احنا في دولة محدش ابدا في التسعين مليون يتمنى في واحد مظلوم يكون في السجن. التسعين مليون عايزين اي مظلوم يخرج من السجن واحنا معاهم، ولكن في عناصر لا يمكن، لا يمكن. في ناس لو وقفت على دماغها حد هيسمح انهم يفرج عنهم، وانتوا عارفين بقول لو وقفوا على دماغهم مش رجليهم. في طبعا وسايط، مفيش وسايط في الموضوع ده نهائي. انا بقول لكم لجنه بتشوف خلاص، متشكرين خلاص. رئيس ملتزم بتنفيذ قرارات مؤتمر الشباب، رئيس كلمته يعني زي ما بنقول كده بس ايه ربطها الرئيس بايه؟ القانون والدستور يومها، مش النهارده، يومها. قال ما يتوافق مع القانون والدستور. يبقى هذا الرجل عارف يعني ايه قانون وعارف يعني ايه دستور، ما بيديش كلام على الهوى ويرجع ينقضه، لا هو قالها كده. اذا يبقى عندنا الثقه. عشان كده بقول لحضرتك وهناقش الموضوع ده، لانه موضوع في ناس كتير جدا يعني بحب، لازم كنت احب اطمن الناس اللي كانت قلقانه.